توقيع على هذا الاتفاق الإطاري يفتح الباب واسع لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته. بكل تأكيد السنتين اللي فاتوا في هذه الشراكة أنجزنا فيها الكثير. فك العزلة الدولية، خروج السودان من غيم الدول الراعي للإرهاب، الاقتصاد، السلام، دي إنجازات كبيرة جدا، لكن تظل هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجهنا. عندما قبلت تكليف رئيس الوزراء الانتقالي كنت أعلم تماما أن الطريق ليس محفوفا بالورود، وطريق صعب ولا يسير في خط مستقيم، محفوف بالمخاطر، لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نمرق ببلدنا لبر الأمان. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان، ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم. نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة، والحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني. الله